أهلا بحضراتكم مرة تانية. امبارح تم الاحتفال بتسليم أول منتج طورته وكالة الفضاء المصرية من الأقمار الصناعية التعليمية سبيس كيز. الأقمار دي هتكون نواة لمعامل ابتكار الفضاء في 32 كلية هندسة وعلوم في مختلف جامعات مصر. عشان توصل وترسخ أهداف توطين تكنولوجيا الفضاء في الجامعات، ده يخلينا نسأل إزاي هيستفيد منها طلابنا في الكليات العلمية؟ ده اللي هيجاوبنا عليه بالتفصيل، وطبعا هيكون في اسئله تانية. الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكاله الفضاء المصريه موجود معانا دلوقتي عبر زوم. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك استاذ جمال. يا اهلا بيك. اهلا بيكم يا فندم. عايزين نفهم والناس عايزه تفهم ايه هو القمر الصناعي التعليمي ده وايه هي وظيفته كمان؟ القمر الصناعي التعليمي هو قمر لا يطلق، يعني بيظل موجود جوه المعمل، ولكن هو بيحتوي على جميع الوظائف اللي في القمر اللي بيطلق عدا عملية الإطلاق. القمر ده احنا بأحد أهداف برنامج الفضاء الوطني اللي هو بيحدد خريطة طريق الفضاء لمصر في الفترة من 2020 إلى 2030، هو نشر تكنولوجيا الفضاء في الجامعات المصرية. وبالتالي احنا قلنا ازاي ننشر هذه التكنولوجيا، قلنا نعمل قمر تعليمي يتوزع على المعامل، مش الناس تيجي للوكالة، لا احنا هنوصل التكنولوجيا دي ليهم. والقمر ده خلصناه وابتدينا ننتج منه وحدات زي ما حضرتك قلت، هتتوزع على 32 كلية موجودين في 26 جامعة بيغطوا 20 محافظة من محافظات مصر. القمر ده بنسلمه مع المعدات بتاعته للمعمل اللي هو احنا زي ما حضرتك قلت برضو معمل اقمار صناعيه في كل من هذه الكليات. الطالب بيلاقي قدامه القمر ده، بيبتدي يتعامل معاه، بيديله تعليمات ويشوف الاستجابه بتاعته، بيبتدي يفكه ويجمعه تاني زي ما استلمه، وبالطريقه دي هو هيتعلم ويتعرف على مكونات القمر وازاي تتكامل مع بعضها. في نقطة مهمة جدا، ان في حاجز تكنولوجي ولازم نعترف به موجود بين الطالب وبين تكنولوجيا الفضاء، موجود بين يعني الشباب وبين تكنولوجيا الفضاء. احنا هدفنا ان احنا نزيل هذا الحاجز، يبقى الطالب بيحس ان هذه التكنولوجيا في متناول يده. طيب يا فندم، ايه الاليه حضرتك تحدثت عن نفسه لما بيجمع القمر دكتور حضرتك سامعني يبتدي يضيف اليه، ممكن الكاميرا، القمر فيه كاميرا، هو ممكن يشيل الكاميرا دي ويجيب كاميرا ثانيه. طيب دكتور محمد حضرتك سامعني، ممكن يغير البرمجيات اللي موجوده، هيبتدي يحس ان التكنولوجيا الفضاء ابتدت. طيب دكتور محمد بعد اذن حضرتك، بس انا محتاجه اسال فضل. سؤال مهم جدا، هو انه حضرتك تحدثت في نقطه مهمه وهي انه ازاله الحاجز بين الشباب وفكره التعليم او الفضاء يعني طيب سؤال حضرتك، ايه هي الاليات الموجوده ضمن الخطه عشان نقدر نزيل هذا الحاجز وده يمكن يجي في المقام الاول؟ الاليات ان احنا بنوصل زي ما انا قلت ان القمر ده نفسه بنوديه لغايه الطالب، وبعدين بنديله الفيديو ونديله الوسائل والوسائط اللي تمكنه ان هو يتعامل معاه لوحده، يعني مش محتاج مساعده، هو بنفسه بيفتح الكمبيوتر ويشوف الخطوات ويبتدي ينفذها، ويبتدي بعد شويه يقول لا انا عايزك اعمل امر من جديد. يجي عندنا هنا، واحنا قلنا في مجموعات مشكله في كل جامعه، والمجموعات دي احنا هنساعدها ان هي تبني امر تاني زي الامر اللي موجود، بس احنا هنا هنطور الموضوع ونقول له لا، الامر اللي انت هتبنيه ده يطلق بقى لك، خلاص انت اتعلمت، يبقى تبتدي تعمل حاجه حقيقيه، ان انتوا مجموعه تبتدوا تعملوا امر للاطلاق وليس للتعليم فقط. فدي الخطوه الثانيه اللي احنا هنعملها. احنا كمان بالامر التعليمي ده بنخليه يتعرف على تكنولوجيات متقدمه زي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، نقول له ازاي انت تستخدم هذه التكنولوجيا في انك تحسن اداء هذا القمر، يبقى احنا كده دخلنا تكنولوجيا ثانيه مع تكنولوجيا الفضاء وهكذا. فدي النقطه اللي احنا بنهدف اليها، ان احنا نكون مجموعه من الشباب اللي هو عنده قدرة على الابتكار وعنده قدرة مع التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة. أنا بتكلمش على الفضاء بس، ممكن نتكلم على التكنولوجيا النانو تكنولوجي، ممكن نتكلم على تكنولوجيا الطاقة النووية، التكنولوجيا الحديثة المتقدمة اللي موجودة حاليا في أماكن في مجالات كثيرة.
عظيم. يعني هو الجميل في الموضوع ان الطالب زي ما حضرتك قلت مش مساله فك وتركيب او تجميع مره اخرى، لا ده كمان بامكانه اجراء تعديلات عليه. بالظبط يا فندم. طيب عمليه تطوير هذه الاقمار داخل وكاله الفضاء المصريه ازاي بتتم؟ احنا الحمد لله اطلقنا قمرين في 2019 من نفس النوع التعليمي ده، بس اطلق يعني بنفس الحجم اللي هو كيوب او مكعب طول ضلع 10 سم، اطلقنا اثنين. وبعد كده احنا بدينا في وكاله الفضاء ما نقفش عند النوعيه دي من القمر، لا احنا بنطور بقى يعني احنا القمر اللي حضراتكم شفتوه ده التعليمي او الكيوب اللي زيه وزنه حوالي 1 كيلو، احنا حاليا نقلنا من 1 كيلو الى 4 كيلو الى 65 كيلو. عظيم. وفي قمر ثاني بنعمله مع الصين 350 كيلو جرام. يعني اذا عمليه التطوير وفي الاداء وفي الامكانيات بتاع الاقمار مستمره، وكلها بناخدها من برنامج الفضاء الوطني اللي احنا محددين فيه هنعمل ايه وامتى بهدف ايه. طيب دكتور محمد، يعني خلينا نستغل وجود حضرتك معانا ونعرف منك اخر اخبار مشروع قمر التنميه الافريقيه اللي هيقيس رصد المتغيرات المناخيه. احنا كلنا عارفين ان مصر فازت باستضافه مقر وكاله الفضاء الافريقيه، والمقر ده يعني هينتهي البناء بتاعه والحمد لله ماشي بشكل كويس، هينتهي البناء بتاعه في نهايه العام اللي احنا فيه 2022. وفي اغسطس اعلن الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي مبادره تنفيذ قمر التنميه الافريقي لمراقبه ومتابعه التغيرات المناخيه. احنا خدنا هذه المبادره وابتدينا نفعلها، عملنا اجتماع لرؤساء وكالات الفضاء في نوفمبر 2019، ولكن جت الكورونا فالشغل توقف وكان بطيء طبعا في الفتره دي. احيينا هذا الموضوع مره اخرى مع التنامي الشديد لقضيه المناخ على مستوى العالم بالكامل. عظيم. كل الشكر ليك يا فندم دكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بنشكرك شكرا جزيلا.